شاء الله ان شاء الله المكتب منور وملعلط. ده اللي علطها ده يا جلال اخويا. بقول لك ايه يا حمد، قوم بينا نلحق نرجع على تل شابورة قبل الليل، عندي ختمه في جامعه دهيشه. انا عن نفسي خلصت، امضي على شكل الاستلام ونتكل على الله. بس انا حاسس يعني ان جلال اخويا بخوني. اقصى عليك يا حامد، والله عيب، عيب بجد. انا خون اخويا برضه؟ هو ده العشب برضه ابو جلال. بس هو المثل بيقول لك ان كنتوا اخوات اتحاسبوا. ايه؟ اه، لكن اخونك بقى والكلام العبيط ده عيب ما يصحش. بعدين اذا كان علي انا ولا حتى الشيخ حافظ مفيش مشكله، احنا مقدور علينا، ستر وغطى على بعضينا، زيتنا في دقيقنا. ايوه. انما لو حد من البنات مسك غلطه في الحسابات دي عليك، صدقني مش حلوه. لا هيمسكوا ولا هيسيبوا، الحسابات مظبطها ولا هيجدعها وزير مالي. وزير ماليه مين؟ ده ولا محافظ البنك المركزي. وبعدين يعني هم عايزوا ايه؟ انا بديهم ازيد من حقهم. ايوه. ايه؟ تمام، الله ينور عليك يا حامد، الله ينور عليك. بس هي حسابات البنك بتقول ان دخل حسابك اكتر من حقك. انا قصدي اكتر من حصتك يعني. انا عارف انك بتشقى وبتبذل مجهود في البلد وبتراعي مصالحنا هناك، ولازم يبقى ليك معامله خاصه، امال ايه؟ بس انا اللي حددت، مش انت اللي تقرر. ايوه طبعا يا جلال يا اخويا، عندك حق في كل حاجه يعني. بس انا عندي سؤال، هو انت عرفت حساباته في البنك منين؟ مالي استاذنتك يا سياده المستشار. من حيث المبدا وانا وافقت، بس بيتهيألي يعني مش دورك انك تحدد الرقم وتسحب الفلوس وكمان تحولهم لحسابك. اذا كان على شويه المحاصيل ولا الكام زريبه فانت ممكن تتصرف عادي، والشيخ حافظ كمان ممكن يطمع شويه، ما عنديش اي مشكله. انما لما يبقى في حاجه اكبر منكم انتوا الاثنين، في كبير هو اللي يتصرف. يا اخي اعتبرهم زيك ايه؟ ولا من القائمين عليه ايه؟ يعني 8% وانت اللي محددهم، هتيجي ايه جنب الملايين اللي عندك؟ الملايين اللي عندي دول بيتوزعوا عليكم على حسب جهدك او جهلك.